في الحقيقة السبب الأهم والأبرز لدفعني وشجعني أني أهتم بقضايا المرأة هو القدوة التي رأيتها في والدتي. والدتي كانت شخصية قوية جداً، أعطتني درس حي، درساً حياً لما يمكن أن تكون عليه المرأة العمانية المتعلمة المحتشمة التي تعيش في مجتمعها تحترم كل القوانين، وفي نفس الوقت تستطيع عبر يعني التمكين المناسب والاحترام المناسب من قبل الرجل وإعطائها الثقة والحرية من قبل الرجل بأن تكون شخصية فذة تربي أبنائها على طريقة يعني حقيقية وصحيحة تمكنهم من الاستعداد للأجيال المستقبلية، وكذلك تستطيع أن تسهم وبشكل فاعل في بناء مجتمعها، تمارس التجارة، تمارس التعليم، تمارس كل الأنشطة، كل ذلك مشروط بماذا؟ بالاحترام، أن يحترمها الرجل، أن يتعامل معها على أنها إنسان مثل ما هو إنسان، ما يتعامل معها على أنها شيء أو سلعة أو فقط أن هي عبارة عن وسيلة لقضاء شيء ما، أو أن هي عبارة عن زينة يعني رجل يكون متزوج أو شيء من هالقبيل. وما أمكنني في ذلك هو كذلك القرآن الكريم، يعني اطلاعي في القرآن الكريم الآيات التي تتكلم عن أن المرأة والرجل الذكر والأنثى خلقا من نفس واحدة. الله سبحانه وتعالى عندما يذكر في القرآن الكريم من عمل منكم من ذكر أو أنثى، كذلك قال خلقكم من نفس واحدة وقال أنشأكم من نفس واحدة، فماهية الرجل هي ماهية المرأة، ولكن كما ذكر القرآن مستقر ومستودع كل منهم له دور، على كل منهم أن يحترم ذلك الدور. ذلك الدور في حقيقته دور بيولوجي حيوي مرتبط بالبنية الجسمانية، ولكن هناك دور مشترك ألا وهو الدور الاجتماعي، الدور في بناء المجتمع، الدور في الاقتصاد، الدور في التنمية، الدور في التعليم. من هذا المنطلق سعيت أن أدعو الناس جميعا وأن يعني أن أوضح لهم أهمية أن نعطي للمرأة كينونتها المستقلة، أن لا تكون شيئا متعلقا بالرجل، أن لا تكون شيئا تابعا للرجل، أن تكون هي امرأة بذاتها، هي إنسان بذاته كما الرجل إنسان بذاته، وأن نسعى كل ما يمكن أن نقوم به في أن نمكن المرأة من التوفيق بين وظيفتها البيولوجية ودورها الاجتماعي في المجتمع، ألا يكون دورها في الإنجاب مثلا أو دورها في الرعاية معيقا أمام دورها البنيوي في هذا المجتمع. وفي الحقيقة كل التجارب والتي اطلعت عليها عندما استطعنا أن نحترم هذه المرأة ونتيح لها المجال تظهرنا المرأة بعطائها يعني غير المنقطع، لأن المرأة تنظر إلى المجتمع وتنظر إلى الرجل بطريقة مختلفة عن نظرة الرجل للمرأة والمجتمع. ما أطلبه من المجتمع حقيقة هو أن لا يكيل بمكيالين، أن يبتعد عن الفصام الشخصية، عن السكيزوفرينيا التي نعانيها، أن لا نطالب على سبيل المثال عضوات مجلس الشورى أو المجلس البلدي بأن يكونوا نساء خارقات ومتعلمات حائزها الدكتوراه، في حين مطالباتنا للرجل أقل من ذلك بكثير. أن لا نضغط على المرأة، يجب يعني مثلاً المرأة يجب أن لا تكون امرأة سوبر وومن خارقة، أن تكون امرأة متميزة في البيت، أم متميزة، أخت متميزة، زوجة متميزة في وقت الوقت، وفي نفس الوقت تكون موظفة متميزة، عاملة متميزة، في حين أنا لا نطالب ذلك من الرجل. يعني ممكن رجل يأتي متضايقاً إلى العمل ونعطيه ألف عذر. كذلك أنا أطالب أن لا نكيل بمكيالين فيما يتعلق بالأخلاق. لماذا نسمح للرجل بأن يخطئ، بأن يعني يتكلم بألفاظ بذيئة ونتوقع من المرأة أن تكون ملاكا سائرا على الأرض؟ لماذا إذا أخطأ الرجل في حق المرأة أو تحرش بها جنسيا أو لفظيا لا نتهمه، لا نؤدبه، بل نقول أن المرأة هي التي شجعت، المرأة هي التي سمحت له؟ لماذا نلوم الضحية ولا نلوم المجرم؟ نحن إذا استطعنا أن نؤدب الرجل ونعطي ونوفق الرجل لأن يكون مستقيما تستقيم المرأة ويستقيم المجتمع. أما إذا ألقينا باللائمة على طرف واحد من المجتمع سيظن الطرف الآخر بأنه دائما على صواب. فأرجو أن لا نكيل بمكيالين، حماية للمجتمع وحماية للعدالة التي نص عليها الله سبحانه وتعالى.
كذلك أناشد المجتمع وأناشد الجميع عندما يتعامل مع المرأة أن يتعامل معها من منظور أنها إنسان مستقل كما الرجل، لا يميز بينهما سوى بعض الوظائف البيولوجية، ولكن كلاهما متكافئين في أدوارهما المجتمعية، وعلينا أن نساعد كل منهما في الوفاء بمهامهم في اتجاه الأسرة، أن نساعد الرجل ونساعد المرأة فإن يتوافقا معا في أداء مهامهم الأسرية وأداء مهامهم تجاه الوطن.